ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. معانا الان على التليفون دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه، نتعرف فيها على احوال الطقس الان. الو الو، اهلا دكتور علي. اهلا بيك يا دكتور حامد. يا ريت حضرتك تطمنا على الاحوال الجويه. يعني خلينا نقول احنا ما زلنا بنستمتع بخريف معتدل الى حد ما، درجات الحراره فيه حول المعدلات الطبيعيه، وان كنا تعرضنا الى بعض الموجات من سقوط الامطار وانخفاض درجه الحراره، ولكن ده الطبيعي بالنسبه لهذا الوقت من العام مناخيا يعني وفلكيا. بيبدا فلكيا فصل الشتاء في 22 ديسمبر، اي بعد حوالي 3 ايام، وده بيبقى جغرافيا، ولكن قد يكون برضه مناخيا لم يبدا بعد، لان تمام. المعروف ان الشتاء بيبقى طقس شديد البروده، ولكن بتختلف شده البروده على حسب مصدر الهواء القادم منه هذه الكتل الهوائيه. تمام. ولكن زي ما بنقول احنا بنستمتع بطقس مشمس يميل للبروده خلال ساعات النهار والدفء احيانا. ده على معظم انحاء الجمهوريه باستثناء صعيد مصر، الطقس دافئ معظم ساعات النهار نظرا لاستمرار زياده فترات سطوع الشمس. اثناء الليل طبعا بتنخفض درجه الحراره، واختلاف درجه الحراره من المناطق الشماليه الى المناطق الجنوبيه وفقا الى العوامل الطبيعيه زي خط العرض، يعني مثلا خطوط العرض في المناطق الشماليه بتكتسب اشعه الشمس اقل من المناطق الجنوبيه، زي طبيعه الارض جغرافيا، الارض في الرمليه بتكتسب اشعه غير الاشعه اللي تكسبها الاراضي الطينيه، وهكذا يعني كل ده بيرجع الى عوامل طبيعيه موجوده. وبالتالي درجات الحراره الصغرى دايما بتنخفض الى 10 درجات مئويه في معظم محافظات شمال الجمهوريه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره العاصمه، ولكنها بتنخفض اكثر من ذلك في صعيد مصر نظرا لان الطبيعه الجغرافيه هناك ارض رمليه بتفقد كميه كبيره من الاشعه. الرياح المؤثره اغلبها في شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله بصفة عامة، بتنشط أحيانا في وقت الظهيرة في المناطق الشمالية، ونشاطها ده بيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، ولكن في خليج السويس والبحر المتوسط، ولكن في عرض البحر ليس في الشاطئ. من المنتظر استمرار هذا الطقس مع الشبورة المائية الكثيفة اللي بنركز عليها خلال فترات الليل، اللي بتتكون في الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، واللي بيكون كثيفه في الساعات المبكره من الصباح وتصل الى فعلا النهارده يا دكتور علي كان في شبوره كثيفه بالذات على المحور، محور 26 يوليو. يا دكتور حمد احنا بنركز ليه على الشبوره؟ لانها من الظواهر الجويه المؤثره تاثير شديد على الانسان، لان هي بتمثل الحركه بالنسبه للانسان الحركه البريه. وبالتالي احنا بنتحرك كل يوم من منازلنا الى اعمالنا، فده بيتطلب القياده بهدوء شديد، خصوصا اللي بيجي من محافظات بعيده سواء كان الوجه البحري الى القاهره او العكس، او من محافظات شمال الصعيد الى القاهره او العكس، لان دي بيبقى لها اضرار كبيره، بتنخفض مع الرؤيه الافقيه انخفاض ملحوظ زي ما بنقول ضباب، يعني الرؤيه الافقيه بتنخفض لاقل من 1 كيلو، يعني 500 متر 600 متر مع سرعه السياره، دي تعمل كوارث طبيعيه، ودي معظم الكوارث بتحدث بسبب هذه الظواهر الجويه. يعني اتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. يا رب. في سحب منخفضه متوسطه بتظهر اثناء النهار بتتكاثر احيانا، لكن ما فيش اي امطار منها، والوضع ده بيستمر معانا ان شاء الله على مدار الثمانيه. درجات الحراره المتوقعه النهارده كام يا دكتور علي؟ ان شاء الله درجات حراره حوالين ال 20 درجه في السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره العاصمه، شمال الصعيد. جنوب الصعيد بترتفع الى 23 درجه في الاقصر واسوان والوادي الجديد وإلى العظمى ليلا، طبعا زي ما قلنا 10 درجات في السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره العاصمه، وتنخفض الى 8 درجات في شمال الصعيد وكذلك في جنوب الصعيد. بس الجو النهارده على القاهره مشمس اعتقد، يعني احنا بنقول مشمس يميل للدفء احيانا ويميل للبروده احيانا. تمام. طب امتى بيميل للبروده؟ لما الشمس تغيب وتظهر السحب ونحس بغيامه موجوده، فنقول ده الجو مائل للبروده، لكن طول ما الشمس طالعه ومستمره واحنا بنتعرض لاشعه الشمس، بنكتسب اشعه الشمس اللي هي في الساعات الاولى من الصباح جميله، بتساعد على نمو العظام بتاعه الاطفال بتوعنا طبعا، ونستفيد منها، ولذلك اكثر فتره يمكن الاستفاده منها من اشعه الشمس هي الساعات الاولى من الصباح والساعات قبل غروب الشمس،
لان في نوع من اشعه الشمس اذا تعرضنا ليه في وقت الظهيره اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه دي بتبقى ضاره على جسم الانسان. تمام. فيفضل اكتساب اشعه الشمس بقدر الامكان على اساس ان احنا ناخد الجزء الايجابي منها ونبتعد عن الجزء السلبي. ان شاء الله. بنشكرك الدكتور علي لطفي خبير الارصاد. بنشكرك دكتور علي قطب. دكتور علي قطب نشكرك شكرا جزيلا خبير الأرصاد الجوية، ونتمنى السلامة للجميع، وإن شاء الله كل المواطنين يستمتعوا بجو النهاردة مشمس وطقس معتدل بإذن الله. إحنا الحقيقة معانا بعض الأخبار النهاردة. يمكن أول خبر، الفريق محمد فريد يترأس الاجتماع العادي 15 لرؤساء الأركان الأفارقة. ترأس الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة فعاليات الاجتماع العادي 15 لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة، والذي يأتي استكمالا لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15 ل 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة. واضح دلوقتي أن يعني معظم الفعاليات الخاصة بالحكومة بتتم في العاصمة الإدارية الجديدة. الخبر الثاني، الزراعة تكلف لجانا بمتابعة منافذ البيع ومحطات إعداد التقاوي لمنع التلاعب. منذ بداية موسم الزراعات الشتوية والحرص على زيادة إنتاج الحبوب من المحاصيل الرئيسية وخاصة القمح والفول البلدي والشعير، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية و28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية وعدة قطاعات تشكيل لجان للمرور ومتابعة حقول الإنتاج ومنافذ توزيع التقاوي ومحطات الإعداد والغربلة بصفة مستمرة لعدم التلاعب في أسعار التقاوي والمدعومة من الدولة وعدم الغش، وضبط منظومة التقاوي وحماية المزارعين وضمان حصولهم على تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبالسعر المدعوم. مهم جدا عمليات الرقابة سواء كانت على التقاوي على المبيدات على أي شيء، مهم جدا اللجان المعنية بهذا الأمر إن هي تقوم بدورها للحفاظ على الزراعة المصرية. كمان الفلاح المصري الحقيقة ليه دور في عملية الرقابة، إن هو يبلغ عن أي تلاعب عن أي جهة بتبيع التقاوي بصورة غير شرعية، ويكون حريص إن هو يستخدم التقاوي اللي هي خارجة من عندنا من وزارة الزراعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، لأنها تقاوي معتمدة وصالحة ومعاملة بالمبيدات والمطهرات للحصول على إنتاجية عالية. الخبر الثالث، الفاو تدعم جهود تحسين الخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية في مصر. قال الدكتور نصر الدين حاجة الأمين الممثل القطري لمنظمة القطري الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو في مصر، أن المنظمة تقوم حاليا بتنفيذ مبادرة للزراعة الرقمية في عدد من البلدان الإفريقية، ونظرا للاهتمام الذي أبدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالخدمات الإرشادية الزراعية الرقمية، فقد كان من دواعي سعادة المنظمة الاستجابة لهذه الرغبة بتقديم تطبيق المفيد في الأغذية والزراعة للمساهمة في دعم الجهود الحالية للوزارة لتحسين الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين والمرأة الريفية في مصر. الحقيقة منظمة الأغذية والزراعة الفاو لها دور كبير جدا في التعاون مع وزارة الزراعة في مختلف المجالات. الحقيقة هنبدأ فقراتنا، يمكن احنا عندنا النهاردة ثلاث فقرات متنوعة. عندنا فقرة خاصة يعني الأمن والاستراتيجية العسكرية، وكمان عندنا والهوية الوطنية والانتماء للوطن، وعندنا فقرة كمان خاصة يعني خصوبة التربة ومعامل خصوبة التربة، وعندنا فقرة أيضا خاصة بالشعر الغنائي. عندنا ثلاث فقرات مهمين، أرجو أنكم تتابعوني حتى نهاية الحلقة وفاصل قصير، وأرجع لحضراتكم مرة تانية.